بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء صف التاسع، اليوم درسنا في التربية الإسلامية عن فتح خيبر. في هذا الدرس رح نتعرف إن متى كان فتح خيبر، ما هي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، كيف تم فتح حصون خيبر حصن تلو الآخر، وراح نحكي عن نتائج فتح خيبر. كان متى كان فتح خيبر؟ طبعا إن كان في السنة السابعة للهجرة. علل لو حكينا في السنة السابعة هجرة طلب النبي أصحابه للخروج إلى خيبر، يعني لماذا خرجوا إلى خيبر؟ وذلك لمعاقبة يهود خيبر الذين تآمروا مع مشركي قريش يوم الأحزاب، يعني يوم غزوة الخندق، وحرضوا بني قريظة على نقض عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. علل اتسمت خطة النبي إلى خيبر بالسرية والسرعة، وذلك لكي يفاجئ اليهود قبل أن يستعدوا للقتال. هاي طبعا فتح خيبر، مسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وخيبر تقع في على بعد 160 كيلومتر الى الشمال من المدينه المنوره، وتتصف بانها ارض ذات نخيل ومزارع وحصون وقلاع. الان فتح حصون خيبر، وصل المسلمون الى مزارع خيبر صباحا. طبعا خطته سريه، كان ما حد شافه بالطريق ابدا، فاختبأ أهلها في حصونهم المنيعة. لما خرجوا الصبح إلى مزارعهم فتفاجأوا بوجود جيش سيدنا محمد، وقالوا محمد والخميس، وعادوا إلى حصونهم واختبأوا فيها. وابتدأ الحصار واشتد الرمي واستمر بضعة عشر يوما. عندما استعصى على المسلمين فتح بعض الحصون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل صحابي كان يتمنى أن يحظى بهذه المنزلة. وفي الصباح نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاه الراية. إذا لو سألت من هو الصحابي الذي أعطاه النبي راية المسلمين لفتح حصون خيبر؟ هو علي بن أبي طالب. بماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من أن يكون لك حمر النعم. ما المقصود بحمر النعم؟ هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. طبعا أخذ علي رضي الله عنه الراية وتقدم إلى أحد حصونهم ففتحه الله عليه، ثم أخذت باقي حصونهم تسقط تباعا. وقد سمى الله تعالى ذلك فتحا. خلينا نشوف بعد ذلك، بعد فتح الحصون اضطر اليهود إلى طلب الصلح. علل بعد فتح الحصون اضطر اليهود إلى طلب الصلح، لماذا؟ لأن يحقن الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأن يسمح لهم بالخروج من خيبر. إذن لماذا اتفقوا أن يحقن دماءهم وأن يخرجوا من خيبر؟ وافق النبي على ذلك. ثم عادوا مرة أخرى وجاءوا يرجونهم البقاء على زراعة الأرض وعلى أن يكون للمسلمين نصف المحصول. بماذا رد عليهم النبي؟ وافق على ذلك. وهذا دليل على مشروعية المزارعة بين المسلمين وأعدائهم. طيب خلينا نشوف مع بعض ما هي نتائج فتح خيبر. استسلام بقية القبائل اليهودية في الجزيرة العربية وطلبها الصلح، مثل يهود فدك وتيماء ووادي القرى. وهون كمان عندنا النتيجة الثانية، زيادة هيبة المسلمين داخل الجزيرة العربية وخارجها. لو إحنا حكينا هذا الدرس في دروس وعبر منه، مثل ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مكر الأعداء، الاستعانة على قضاء الحوائج بالسرية والكتمان، قبول الصلح مع الأعداء إذا كان فيه نفع للمسلمين، المسلمون سلم على من سالمهم وحرب على من حاربوا. وهيك يكون أرسل الله تعالى النبي داعيا للناس وهاديا لهم، وليس لحربهم وقتالهم. وبهيك بيكون انتهى درسنا لليوم يا تاسع، وألقاكم في درس آخر، ومعكم واجب حل الأسئلة.